نتكلم قبل الفاصل ان عندنا تصريحات مارسيل كولر عقب مباراه الاهلي ومدياما. خلونا نطلع نشوف اولى هذه التصريحات عشان عندنا تعقيب مهم جدا. Glück, dass wir das Tor erzielen konnten mit einer sehr schönen Aktion. Und wir hatten auch noch die eine oder andere Möglichkeit. Ich glaube, es hätte auch gut, ja, vielleicht einen Sieg für unseren Gegner geben können, wenn sie Tore geschossen hätten. Haben sie nicht gemacht. Wir wollten hier gewinnen und wir haben das schlussendlich gemacht. Das Spiel war jetzt sicher nicht sehr schön anzusehen von unserer Seite her, weil wir normalerweise viel mehr mit dem Ball spielen können. Es war auf dem Platz aber schwierig, ein gutes Passspiel aufzuziehen. الماتش كان صعب جدا فعلا وزي ما هي قالت، وكان مدياما عمل لنا مشاكل بالذات في الشوط الاولاني. الشوط الاولاني كنا مفتقدين الريتم شويه بتاعنا وكان عندنا بعض المشاكل في الشوط الاولاني. الشوط الثاني تداركنا الموقف وبقى شكلنا احسن، لكن في المجمل مدياما كان فريق طبعا كويس، فريق قوي. احنا كان حظنا كويس في الجون اللي احنا جبناه، ان احنا جبنا جون رائع جدا بضغط حلو جدا بشكله وحاجات كتير احنا متدربين عليها اتعملت في الجون ده. هم جالهم فرص، احنا كمان كان عندنا فرص، لكن هم كانوا ممكن يكسبوا المباراه بالفرص اللي خلقوها. لكن هي الماتشات دي بتبقى كده، بتبقى فيها صعوبه بسبب الجو، بسبب ارضيه الملعب، بسبب الاجواء، فبيبقى في صعوبه. كان في صعوبه لينا ان احنا نلعب الكوره بتاعتنا على ارض الملعب دي، لان ارض الملعب كانت صعبه جدا، نجيله عاليه جدا، واحنا الكوره بتاعتنا دايما بتبقى على الارض وفيها كوره جماليه على الارض وباصات كتير. ده ما كانش بيتحقق النهارده بسبب ارضيه الملعب. ففي الاخر كانت الروح القتاليه، رغبتنا في الفوز كانت من قبل المباراه قويه جدا. احنا مصرين من قبل ما نيجي احنا جايين هنا عشان ناخد 3 نقط، وقدرنا ان احنا نحقق ده الحمد لله. طبعا نقدر ان شاء الله باذن الله نمشي بعيد في البطوله، ونقدر ان شاء الله ان احنا نحقق البطوله. المشكله اللي عندنا هي مشكله الريتم، كان التوقف اللي حصل بسبب المنتخب وبسبب بطوله افريقيا ادى ان احنا قعدنا 50 يوم ما بنلعبش ماتشات رسميه، وده بيفرق كتير جدا مع اي لاعب. 50 يوم كتير جدا، ده تاني ماتش نلعبه رسمي بعد توقف 50 يوم. اللعيبه الدوليه لعبت في ريتم مختلف وخدت اجازات مختلفه، اللعيبه اللي كانت معايا بتتمرن ما كانتش بتشارك في اي ماتشات رسميه. الاختلاف في الريتم بين اللعيبه ده بياخد وقت، عقبال ما اللعيبه تاخد الريتم كلها مع بعض ونبدا ان احنا نمشي لقدام. ان شاء الله باذن الله لما ناخد الريتم ونبدا ان احنا يحصل انسجام هنقدر نمشي احسن، هيبقى شكلنا افضل بكتير. السنه اللي فاتت برضو احنا ما كسبناش كل الماتشات في دوري المجموعات وتاهلنا بصعوبه، ورغم كده الحمد لله خدنا البطوله. مش لازم تكسب كل الماتشات عشان تاخد البطوله، لازم تأدي اداء كويس تدي، وده كان مهم جدا النهارده ان اللعيبه تدرك ده، ان انت لازم تدي 100% قدام اي منافس عشان تكسب، وان انت احيانا في بعض الماتشات لازم كمان تعدي حدودك، تعدي الليمت بتاعك عشان تدوس على نفسك عشان تقدر تكسب. واللعيبه عملت ده النهارده، عشان كده انا سعيد بفوز النهارده جدا، وان شاء الله القادم افضل. يعني زي ما حضراتكم سامعين وشايفين مارسيل كولر اكيد يعني لازم يكون عنده حق ان هو يعني يكون سعيد بالفوز، فوز من خارج الارض، فوز بيمنحك الصداره، بيسهل عليك القصه. كان قبل مباراه يانج افريكانز وشباب بلوزداد كان امرك شبه محسوم، الان امرك محسوم بالصعود. ركز على نقطه مهمه جدا، هي فكره الروح القتاليه عند اللاعبين، وده كان سبب الفوز في الشوط الثاني. واتكلم عن سلبيات الغياب عن المباريات الرسميه لمده 50 يوم لبعض اللاعبين، ولاعبين كانت على المستوى الدولي، وقال ان مع الوقت ومع المباريات هيكتسب النادي الاهلي رتم المباريات ويكون الاداء افضل، وده اللي احنا اكيد يا فارس بنأمله أكيد. واكيد لامسين ده في اول مرتين بعد توقف طويل جدا لمده 50 يوم. ده حقيقي، واعتقد يعني كلام مستر مارسيل كولر ارجعوا باللي انا قلته لكم، هو رجل اصبح على درايه بشكل كبير جدا بافريقيا وبطبيعه المباريات، ودي النقله اللي حصلت في عقليه كولر. لان يا جماعه انت ممكن تكون مدرب كويس جدا او افضل مدرب في العالم، ولكن طبيعه المسابقات اللي انت بتلعب فيها انت ما عندكش المرونه ان انت تقدر تتعايش مع معطياتها. كولر امتلك هذه المرونه وامتلك كمان ذكاء في بعض التصريحات الاخرى خلال المؤتمر، نطلع نسمعها. Reaktion schnell und zeigt das eigentlich in jedem Training und das ist dann das Ergebnis, wenn er dann so ein gutes Spiel machen kann. Wir sind froh, dass er diese Leistung bringen kann und hoffen, dass er weiterhin gute Spiele zeigt. السر في انه دايما معاه حراس كويسين، كان عنده الشناوي ودلوقتي معاه شوبير الشاب الصغير، فهو بيقول احنا مهم جدا في نادي كبير زي النادي الاهلي يبقى عندك حراس كويسين، سواء الحارس الاساسي او الحراس اللي قاعده على الدكه، تبقى مجهز كل الحراس.
السر التدريب الكويس، معانا مدرب حراس كويس جدا ميشيل ياناكونا اللي بيدرب الحراس كويس جدا، بيبذل معاهم مجهود كبير طول الفتره الاخيره، بيبذل مجهود مش بس مع الحارس الاساسي لكن كمان مع الوالد الصغيرين مع كل الحراس اللي معانا. شوبير بقاله سنه ونص معانا بيتمرن بشكل جاد جدا، انسان ايجابي جدا، لاعب رد فعله سريع جدا، بيبذل مجهود غير عادي في التمرين. النتيجه اللي انتم شفتوها النهارده دي نتيجه تمرين سنه ونص وتعب سنه ونص، احنا مبسوطين جدا ليه ان هو قدر يبين جزء من امكانياته لكن لسه قدامه كتير، واحنا ان شاء الله سعداء ان احنا عندنا حراس كويسين وان احنا لسه عايزين نطور حراسنا اكتر، يبقى عندنا مجال ان احنا دايما حراسنا تبقى احسن مستوى. كان سؤال على وسام ابو علي ان هو اول مره يشارك في دوري الابطال وموضوع الريد، فالكوتش بيقول وسام قدم مباراه جيده جدا في الوقت اللي هو نزل فيه، ما عنديش مهاجم اساسي ومهاجم احتياطي لان ده كان السؤال على وسام كاحتياطي. الاثنين احنا عندنا ماتشات كتير جدا، كل لعيبه بتلعب وكل لعيبه بتشارك معايا، لما هيحصل ان اللعيبه كلها تاخد الريتم هيبقى المردود احسن حتى للمهاجمين. وسام كان مصاب ولسه راجع من اصابه، فمحتاج ماتشات اكتر عشان وقت اكتر وتدريجي يدخل في الماتشات عشان خاطر يوصل لمستواه اللي احنا عارفينه اللي هو يقدر يأديه. لكن انا سعيد جدا بمستواه، احنا معانا 3 مهاجمين، 2 معانا هنا والثالث موجود في مصر، فاحنا ان شاء الله هنوصل للريتم بتاعنا، هنقدر ان احنا حتى المهاجمين هيوصلوا للريتم احسن، هنشوف من وسام اكتر من كده كمان واحنا متوقعين منه اكتر من كده. لكن انا سعيد جدا بادائه النهارده في الوقت اللي هو اداه بالذات، عمليات الضغط اللي كان بيقدمها قدام وهو بيعملها كويس، ودي الكوره بتاعتي، فانا سعيد جدا بادائه وسام النهارده. هنا ازاي مستر مارسيل كولر هو مش مدير جيد، هو قائد جيد، ازاي هنا ما بينسبش شيء لنفسه وافتكر وحب يشير الى دور مستر يانكون، وازاي هو شغال مع الحراس، وازاي ان دي بصمته. وده حقيقي، شوف علي لطفي لما شارك في وقت صعب جدا في كاس العالم للانديه وبقيت محتاج ووقت تعارض المباريات وفي مباريات صعبه جدا ومباراه مونتيري، ازاي كان موجود وجاهز. لما احتاجناه قبل كده في مباراه الزمالك الشهيره كان نجم المباراه، ازاي مصطفى شوبير لما احتاجته ظهر بالمستوى ده. فاكيد يا جماعه هذا ليس بالمصادفه، انت مش معقوله تجمع مجموعه من الحراس وكل ما حد يشارك فيهم تلاقيه عنده الجزء اللي هو على الاقل الجاهزيه، لان في امور تتعلق بمستوى الحارس، ولكن فكره الجاهزيه دي وانك تحس ان هو كان حارس اساسي، ده شغل في تدريب، شغل ان الاساسي زي الاحتياطي في التدريب، شغل مدرب حراس مرمى عكس مدارس كتير جدا ان انت بتركز على الحارس الاساسي بس، لا مستر يانكم بيتعب مع الحارس الاحتياطي اكتر كمان من الحارس الاساسي، وبيتكلم مع الحارس الاحتياطي اكتر كمان مع الحارس الاساسي، وهو حد عنده شغف بالعمل داخل النادي الاهلي. كمان الكلام على وسام ابو علي مهم جدا، ان انا شخصيا متفائل بهذا اللاعب جدا، اللاعب ده عنده برجل واسع ببساطه، الاكسلريشن اللي هو التسارع عنده بالكره جيد جدا، اللاعب ده في الالتحامات الثنائيه واضح ان عنده قدرات بدنيه جيده، يعني عنده سمات النادي الاهلي بيحتاجها، وعنده حاجه مهمه جدا ان هو اللاعب بيروح مباشره على المرمى. بص كده لوسام ابو علي وبص طريقه استلامه للكره، هتلاقيه مش اللاعب اللي بيستلم الكره ويقف او يدي ظهره للمرمى ويبدا يعطل هجمه وقصه المهاجم المحطه والكلاسيكيات اللي انتهت من الكره دي. هو لاعب اعتقد يا اسامه لاحظت انه دايما قراره ان هو مباشر على المرمى، احيانا ممكن يروح ممكن يباصي ممكن يمرر، بس فكره ان هو الراجل يقف ويعمل التيرن ويعطل الهجمه وترجع انت وانت بتتفرج تلاقي حاجات بتطيرها وبتتنطط والكلام ده، لا ده مش لا هو هي ظهرت جدا في لقطه رضا سليم والتمريره اللي لعبها له وخدها على طول باسراء، هو عدي نفسه قبل ما اول لمسه للكوره يكون جسمه معدول على التصويب على المرمى، ودي حاجة مهمة جدا. دي. ايه؟ احسن هنرجع لحتة ما بيفكرش مرتين. لا انا ما قلتهاش. لا هو اعد نفسه، هو اكيد فكر فاعد نفسه، استعد بشكل كويس واخد قرار. انا بحب اللاعب اللي هو واخد قرار، صح. اللي هو خلاص شاور حتى لرضا سليم في المساحة اللي هو عايز يروح فيها، رضا سليم حاط له الكرة نموذجية جدا، هو واخد قرار ان انا هسدد على المرمى وكانت اون تارجت، وانا بحب التسديد اون تارجت. انا دايما بشوف ان احنا ساعات بنصعبه على نفسنا في اننا نحاول نحط الكره في السوكه نحطها مش عارف، يا جماعه العب اون تارجت. مفيش بوفون واقف في افريقيا في حراسه المرمى الا بعض الحراس على المستويات اللي هي يعني في بعض الفرق الكبيره بنعمل حسابها، لكن في مباريات زي دي يعني نزود عدد الاون تارجت. وشفنا كره حسين الشحات الكره كانت اون تارجت جول. لكن خلينا نروح لنقطه، بس قبل ما نروح لنقطه فارس اتكلم عن تعقيب كولر على يانكون، لازم تتذكروا ان يانكون ده كان في الجهاز الفني لريني فايلر، رحل جهاز لريني فايلر بالكامل
ينكن تمسك بالاستمرار في النادي الأهلي. جمع بيتسو موسيماني النادي الأهلي شاف في ينكن إن هو مدرب حراس مرمى قدير وعنده شغف وحب التعامل والعمل داخل النادي الأهلي، فقدر يحقق نجاحات مع بيتسو موسيماني. لما جاء سواريش كان معاه مدرب حراس مرمى، النادي الأهلي تمسك أيضا بينكن وخدوا لقطاع الناشئين. دي رؤية في حد عنده الشغف للعمل داخل النادي الأهلي وموهوب، مش مجرد بس بيحب النادي الأهلي وخلاص، لا ده حد موهوب وبيدي إضافة. فكانت رؤية مهمة جدا فكرة التمسك بيه فترة سواريش. لما جاء مارسيل كولر عاد مرة أخرى للفريق الأول وشفنا النتائج مع الحراس اللي بيقفوا بيكون مستواهم عامل إزاي والثقة عاملة إزاي. ولا أخفيكم سرا، يعني الحراس في وقت من الأوقات لما بيكونوا عارفين إن هم استدعائهم ربما المنتخب الأولمبي أو منتخب آخر مش هو اللي هيلعب حارس أساسي، فبيشوف إن فترة تواجده مع ميشيل يانكون ممكن تديله خبرات أعلى، وده يعني لقدرة ميشيل يانكون على إجادة عمله في تدريب حراس المرمى.